FM. الكلمة ليك. مادام اختصاصنا اعطيني استوس كيفاش تشعل النار في الكومبينغ. فوالا. اسهل حاجة باش تشعل النار. خلي يسمعونا جماعة اللي يحبوا يعملوا كومبينغ ويحبوا يتعرفوا على الاستوس معناتها. النار يعني هي حاجة سهل ممتنع. النار ماهي سهلة يعني نورمالمون النار تك تشعل تشعل. فما ناس تعرفش تشعل النار اللي هي حاجة سهلة برشا. دونك فما فاسيلمون يسبق عندك بريكية بالطبيعة باش تشعل بها النار. احنا ما حناش في العصر الحجري يعني مش طيب شويه عاد ساعتي تو نحينا الحديث هاي ماشيين الطبيعه بالبريكيه شنو بخلي في البريكيه باش نجم تشعل النار لا هو تو يحب ينزل عليا شويه علاش نجيو باه سيف دابي النيفو نتاعي ما يسمحليش بالشعل ما زلت فهمتك خليني دابي بريكيه ماشي معاك ايوا لا فما ديما الجري اللي يهبط برشا قش قديم فهمتني ولا شايح هذاك تشعل به النار تشعل به النار تشعل النار تحط العواد بشي 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 عواد صغير كبير ديغراداسيون حتى تشعل النار تحط فيها العواد الكبار ما تشعلك تولي عافيه نار كبيره فهمتني ولا هذيك حطوا الحطب خشين شايح ما نكسروش الحطب الاخضر يعني نحافظوا على البصر احنا فيها ونحافظوا على الطبيعه نحترموا الطبيعه دونك نحاولوا ديما الحطب الشايح ويلزمنا مش نحاولوا يلزمنا الحطب الشايح ديما فهمتني ولا نعملوا به النار ونطيبوا لروحنا من بعد النار هذيك نزيدوها وتقعد نار سهريه فهمتني مي تري بيان استوس باهي شنو الاستوس نتاعك وليد باش بريكي باش بريكي اه تنقول لك انا قال انا نقول انا ما نعرف هذا الشيء هذاك علاش احنا جبنا لكم الكشافه فهمني باش يعملوا لكم فورماسيون على الكومبينغ بشويه جاوبني على السؤال اي يعني جيك على السؤال فهمني برشا طرق علاش يا اخي حتى من الافلام كي نشوفوهم ولا في اللي دي سانيمي من اللي صغير انت عمرك 5 سنين تشوف مثال يعمل لك لوحه ويبري لك لوحه اخرى مثال باي حاجه ويبدا يبرمها بمثال بيدو كيما الحاجه اللي نعرفوها في الكوميكات ابسط حاجه معناتها آه تتعمل سر في الدنيا هذيك تتعمل لا ها في الكوميكات بركه وين نعرف انا اخويا بكش فيكسيون وين نعرف لا موجوده هذيك صحيحه بالرسمي بالفرطمون معناتها اللوح في بعضه كي يعمل احتكاك وتشعل النار فما مثال اكزومبل باللوب نجم تشعل النار مع الشمس معناتها مثال عندك اللوب تنجم تعمل تحطك كيما قالك الورق الخفيف ما عندكش معناتها باش تشعل النار ما عندك حتى شيء فهمتني تنجم تشعل النار بأي طريقة معناتها أنا نقدم ديديكاس لسي خالد الضاوي هذايا من أقوى عباد في الكامب في الحكاية هذايا وصل مرة كامبا ببريكية وموس 12 يوم ماكل شارب في الغابة عايش فهمتني خذيت منه برشا حاجات يعطيه الصحة تنجم تعيش من الغابة وتمشي كيما قلت لك معناتها حتى ببريكية وموس أكهو كابا فان الكلمة ليك